علميا، ما هي القائمة الغذائية والفوائد الصحية للحمص؟ الحمص هو طعام شعبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأصبح له شعبيته في دول أخرى، فهو يصنع من الحمص المطبوخ والمهروس، ويضاف إليه الطحينة التي هي عبارة عن عجينة بذور السمسم، ويضاف إليه الليمون وزيت الزيتون والملح والثوم، وهي تضاف من أجل إكسابه النكهة المرغوبة. والحمص التقليدي مصنوع من حبوب الحمص التي هي العنصر الأساسي فيه، حيث يضاف إليه مكونات أخرى في الوقت الحالي مثل البطاطا الحلوة والفاصوليا السوداء والكوسة. الحمص التقليدي يحوي العديد من العقائق الغذائية التي لا يعرفها كثيرون، فهو ذو نسبة دهون منخفضة، وهو خال من السكريات عادة، ومنخفض في سعراته الحرارية، ويحوي نسبة مرتفعة من البروتين، لذلك فهو يقوم بتوفير الطاقة دون اكتساب أي وزن زائد. والحمص كما قال عنه فانسان بيدري، مؤلف كتاب الجهاز الهضمي السعيد هابي جات، وطبيب مختص بالجهاز الهضمي في ولاية نيويورك، أنه مثالي ليكون وجبة خفيفة، حيث يضيف أنه غني بالدهون الصحية، مما يجعله مناسبا بين الوجبات الرئيسية مع بعض الجزر والكرافس، حيث يكون خيارا جيدا لمرضاه بدلا من تناول الوجبات الخفيفة الجاهزة أو الحلويات بين الوجبات الرئيسية. الدهون الصحية في الحمص أحماض آمينية دهنية أحادية وثنائية غير مشبعة، حيث أن تناول هذه الأحماض قد يحسن من مستويات الكوليسترول في الدم، ويخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد كذلك على المحافظة على نسبة السكر في الدم. ويحتوي الحمص على 15 غراما من الألياف لكل كأس منه، وذلك حسب وزارة الزراعة الأمريكية، حيث أن الألياف تساعد على التحكم في الوزن واستقرار نسبة السكر في الدم. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة علم الغذاء والتغذية، فإن البالغين الذين يتناولون حبوب الحمص أو الحمص المطحون بطريقة منتظمة لديهم مؤشر كتلة جسم منخفض ومحيط خصر أقل. وعند إجراء مقارنة مع الذين لا يتناولون الحمص، فإن مستهلكي الحمص من البالغين هم أقل عرضة للسمنة بنسبة 53%، وهم أيضا أقل عرضة لارتفاع مستوى سكر الدم بنسبة 52% كذلك. وقد يكون وجبة جيدة لمن يخاف الإصابة بالسرطان، فحبوب الحمص الموجودة في الحمص المطحون قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان، على حد تعبير جينيفر فيتزجيبون، اختصاصية في مجال الأغذية المرتبطة بالسرطان في مركز السرطان في جامعة ستوني بروك، حيث تضيف أن الأغذية التي تحتوي على الفولات قد تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ربما لأن هذه المواد تساعد على انقسام صحيح للخلايا هناك. والعلماء إضافة لذلك يعتقدون أن الألياف المفيدة في القولون التي تشكل وقاية إضافية ضد السرطان. والحمص يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ك والزنك والحديد والمغنيسيوم وفيتامين سي. الحمص هو وجبة خفيفة صحية، لكن هذا لا يعني استهلاكه بكميات كبيرة، فهو على الرغم من انخفاض محتواه في الدهون، إلا أنه يحتوي على السعرات الحرارية، فكوب واحد من الحمص يحتوي على 4.8 سعرة حرارية وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، وهي كمية ليست كبيرة، ولكنها يمكن أن تزيد السعرات الحرارية اليومية، حيث تناول أكثر من وجبة حمص في اليوم سيرفع هذه السعرات اليومية. وكوب واحد منه يحتوي على 15 جرام من الألياف، التي تشكل 59% من كميات الألياف الواجب تناولها يوميا، لذلك فإن تناول الكثير من الحمص قد يسبب المشاكل لمعدتك مثل الإسهال.